أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية شاملة بإحدى قرى مركز أبو تيج. تضم القافلة 10 تخصصات للباطنة والأطفال وغيرها من التخصصات الطبية، كما تقدم الكشف والعلاج المجاني للقرى البعيدة والمحرومة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القوافل طبعا الطبية تعتبر خدمة ممتازة للمريض المواطن المصري من أهالينا في الصعيد من المناطق المحرومة اللي بتبعد عن أقرب مستشفى مركزي أكثر من 15 كيلو. المريض بيلاقي الخدمة بتجيله لحد عنده، خدمة أخصائي، جميع التخصصات موجودة، جميع الخدمات متوفرة، العلاج موجود في الصيدلية مجانا تماما. في إقبال شديد من في اليومين اللي تعدى 1500 مواطن يوميا، يعني حوالي 3000 في اليومين.